خلكم جاهزين، خلكم سافر لندن، ما هي مشكلة، أنت تنوب عنه وعبد الله الحربي بيكون معكم. نعم. بيشغلون الشارة ذناء. أبغى نلعب. عايز بيشغل الشارة. أبغى نلعب على الأول. طيب الحين النتائج الحين. يصح. جاهزين. جاهزين. ترى لا أحد يرفع إصبعه ويتوهق. اللي يقول الأول يرفع إصبعه. كل فريق يقول اسم فريقه بصوت عالي. طبعا انا اي نعم كلكم سواء، اذا انتم فزتوا كلكم. عبد الله ها التجار ما احتاج نرفع ايدينا، احنا واثقين. ايه هم عدينا. اسم المجموعه العارض. اسم المجموعه طيب اخي سود والله. طيب النتائج النتيجه هو الفريق الفائز معنا ويعطيهم العافيه وبافضل مشهد تمثيلي حققه اليوم، واشكرهم من راي الاداره ومن راي الجمهور وشكرا لكم ويعطيكم العافيه. المضغوط بيتنا المضغوط العظيم، وشكرا لكم وشكرا للجمهور. يا سلام بكل حب الحين. شوف الله يعطيهم العافيه اللي هي مجموعه طويق. يعطيهم العافيه. هاي زعلان ما في زعلان، افرح معه فيها بعد. متلوع الفقرات بابداع واسقاطات، قصايد وشيلات كلن على فنان، من بيننا بصات والضحك والذبات، من دون رسميات لا هم لا ونا. عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي، وفينا من الشعار وممثلين كبار وابداعنا سنا، وفلاح شيخ الدين يا ليت من اثنين، ويحارب التفتين يا جعل الجنه. عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي، ومجموعه الشيبان للمرجله عنوان، مهما يصير اخوان من فوق ما ظلنا، من دروب اشبال رجال وابن رجال عقله سباق سنا. عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي، ما همنا التحريف والنكت والتزييف، نصبر على التكييف في الله بلتنا، في نسخة الابداع برنامج الامتاع، متسابقين اسمه ولا لحد منا. عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي عاشم كاريزماوي، نسخة كاريزما اثنين في التنافس زين، جمهورنا الغالين في الواقع وفنا، والجائزة مليون ناموسنا مضمون. قول لي لا هلا الله، بما انكم مبسوطين وتستاهلون ألف نقطة مع مضغوط بيتنا ما فيه أحد خاسر. المجموعة الأولى ألف وتستاهلون، المجموعة الثانية على 500 ويستاهلون، المجموعة الثالثة على 300 ويستاهلون، المجموعة الرابعة على 200 ويستاهلون. ما في أحد خاسر مع مضغوط بيتنا. أنا أتكلم. طيب سلام. الله يعطيكم العافية. ما عليك من أحد. المجموعة الثانية فيصل الحازب، والثالثة عبد الإله المري وعبد الله العتيبي، المجموعة الرابعة يستاهلون يستاهلون. الله يعطيهم العافيه. انت نقاطك اتوسط لك عند اداره. علم خليني اقلط الضيوف، خليني بقلط الضيوف بقلط الضيوف بقلط الضيوف علمهم علمهم. نقاطك عندي انا مره. انت الله يعطيك العافيه جميع، ما قصرتوا. اقلطوا وتستاهل 300 نقطه يا عبد الله الحربي. وسامحني اقصر لو انا في ايدي طرختك ب 10,000. الله يرضى عليك.